إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، آية في منتهى العظمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني لو بذلوا أموالهم لنصرة دين الله، ولو بذلوا نفوسهم في إعلاء كلمة الله، يعني بذلوا نفوسهم في إعلاء كلمة الله، يقاتلون أهل الكفر، فقد يقتلون وقد يقتلون، إنما هم دخلوا الجهاد بنية إعلاء كلمة الله عز وجل، فيقتلون ويقتلون، وممكن الاثنين بعد ما يقتلون يقتلون. طيب ايه الثمن؟ الجنة. ربنا سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وأعطاهم الجنة. طب ما أصلا أموالك ونفسك دي هبة من عند مين؟ من عند الله عز وجل. فلو بذلتها بدون مقابل فهي أصلا من منح الله تبارك وتعالى، لكن من كرمه وفضله أن أعطاك في مقابلهما الجنة. ده ثمن غالي، الجنة. عشان كده يا أخواننا دايما أقول لك، أو كثير ما أقول لك، خلاص أنت بعت. أنا بعت فلوسي وبعت نفسي لله عز وجل، مش مستني حاجة غير الجنة، مش عايز حاجة إلا الجنة. لأن لو قارنا الدنيا بالجنة هنلاقي لا شيء يذكر أمام الجنة. النبي راح إلى بحر وأدخل، أو قال عليه الصلاة والسلام: مثل الدنيا في الجنة أو في الآخرة كمثل رجل ذهب إلى يم فأدخل إصبعه فيه ثم أخرجه، فما نزل منه فهي الدنيا للآخرة. قطرة في بحر عميق طويل، والدنيا مهما كانت زائلة والآخرة باقية. فمهما تنعمت في الدنيا فهذا لا شيء في مقابل الجنة. يبقى أنا بعت لله عز وجل، ربنا يأمرني بإخراج أموالي أخرجت، أمرني بأن أقتل في سبيل الله أقتل، لأن أنا هدفي وتخطيطي الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني هذا وعد مين؟ وعد ربنا. وهذا الوعد مكتوب في أشرف الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل. وهل هناك أحد أوفى بالعهد من الله؟ لحسن تكون الآن ولا حاجة، ربنا يعدنا بشيء وممكن يخلف وعده؟ حاشا وكلا عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد، فيش حد أوفى بعهده من الله. يبقى أنت مطمئن إن هذه الصفقة وعد من الله ولا بد أن تتم، باقي بس عليك تدفع الثمن. أبذل نفسي ومالي لله عز وجل، ده ثمن الجنة يا إخواني. لأن في ناس بتدي الفائض، لما يكون عندي وقت أبقى أقرأ، أبقى أتعلم ديني، أبقى أعمل خير، لما يكون عندي وقت، لما يكون عندي مال فائض، وده شيء كويس اللي انت تطلع الفائض. لكن ينفق ما يحب؟ لا، يقول لك لا معلش، مع ان الله قال
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عشان كده المؤمنين الصادقين هان عليهم بذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأن هو مش تركيزه على الدنيا، هو تركيزه في الجنة. والأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته ونصرة الدين، وقالوا له إيه التمن؟ قال لهم الجنة، قالوا رضينا، ده تمن كافي قوي اللي احنا ندخل الجنة، رغم ان هم دخلوا في حروب ودخلوا في معارك واقتسموا مع المجاهرين المهاجرين بيوتهم وأموالهم أو كثيرا منهم يعني فعل ذلك، ومع ذلك هان عليهم كل ده. ليه؟ لأن تركيزه في الجنة. عشان كده أنت ممكن تتصدق بمبلغ كبير كل شهر ويهون عليك هذا الأمر لأنك بتشتري الجنة، وتتعب لله عز وجل لأنك بتشتري الجنة بهذه الأشياء. فاستبشروا، يعني فاستبشروا افرحوا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز الحقيقي، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. حتى الإمام الحسن البصري قال بايعهم والله فأغلى ثمنهم. ثمنك غالي قوي، فلوسك ونفسك ما تقبلش بيها ثمن إلا الجنة. اوعى تهدر مجهودك ووقتك وفلوسك ونفسك في حاجة أقل من الجنة، لأن هي تمنها غالية، تمنها الجنة. تضيعها في حاجة أقل من الجنة يبقى أنت بعت بثمن بخس، أنت اللي خسران. ده ربنا بيقول لك إن دي تمنهم عنده الجنة. إيه أغلى من الجنة ممكن تبدل بيها هذه البيعة وهذه الصفقة؟ صح يا أخوانا ولا لا؟ بايعهم فأغلى ثمنهم. والإمام السعدي رحمه الله بيقول إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري. دي أعظم صفقة في التاريخ، ما فيش صفقة أعظم من هذه الصفقة. تعالى كده نحسبها بمنطق التجار كصفقة، مين المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. وإيه الثمن؟ الجنة يا الله. وإيه السلعة؟ نفسك ومالك. والعهد مكتوب فين؟ في أشرف الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل، وعلى يد من جرى العقد؟ على يد أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تبذل حياتك في تحقيق هذه الصفقة ولا لا؟ إيه صفقة أغلى من هذه الصفقة علشان تضيع فيها نفسك أو مالك؟ يبقى الدرس المستفاد يا أخواننا من هذه الآية أن نفسك ومالك جزاك الله خيرا ليس لهما عندك ليس لهما ثمن إلا الجنة، ولو بذلتهم في أقل من ذلك فأنت الخاسر. في ناس بتبذل عمرها في شراء النار، يعني يعمل عمل حرام، ياخد رشوة، يتخانق مع فلان، يقطع الرحم، عايش في حياته مضيع عمره، مش بس بيفقد الجنة ده كمان بيشتري النار والعياذ بالله. إنما المسلم الفطن علم إن معاه سلعة غالية، فلوسه وأمواله، وأبى إلا أن يشتري أو إلا أن تكون ثمنا للجنة، وهذا من فضل الله وكرمه تبارك وتعالى.